دلوقتي بقى خلينا نروح نطمن على حالة الطقس بالتفصيل، نعرف أخبار الجو ده إيه، هيستمر معانا الجو اللطيف ده ولا إيه اللي هيحصل من ليندا؟ ليندا الحقيقة جمانة الجو النهاردة لطيف وبكرة كمان، ولكن بعد بكرة هتكون درجة الحرارة 32، ففي ارتفاع بحوالي 5 درجات. طب قول لنا بقى حالة الطقس بالتفصيل يا ليندا. هيئة الأعصاب الجوية بتتوقع إنه النهاردة الجو هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية وحر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف على شمال البلاد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهاردة هيكون فيه نشاط للرياح على أغلب الأنحاء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يا دكتور عايزينك تطمنينا أكتر على حالة طقس اليوم، ويعني البلاد كمان بتشهد انخفاضات بقالنا كام يوم، الانخفاضات دي مستمرة معنا لحد إمتى؟ بالفعل احنا اليوم وغدا لسه مستمرين في انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. انخفاض درجات الحرارة ده بيكون خلال فترات النهار وفترات الليل، طبعا بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا طبعا بالبحر المتوسط، بيؤدي كمان لانخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب خلال فترة النهار، فده بيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار. الطقس بالفعل خلال فترة النهار ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد، بيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بيكون حار على محافظات جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترة النهار. خلال فترات الليل كمان بنشهد انخفاض في درجات الحرارة، وطبعا ده مع غياب أشعة الشمس. درجات الحرارة متوقعة على القاهرة في الليلة القادمة بتكون 17 درجة مئوية، يعني الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. بالإضافة كمان إن بيبقى في نشاط لرياح على مدار اليوم، نشاط الرياح ده سرعته ما بين 30 و40 كيلومتر في الساعة، فنشاط الرياح ده بيساعد على الإحساس بالأجواء اللطيفة الربيعية خلال فترة النهار، الأجواء الباردة أو البرودة خلال فترات الليل، وده اللي متوقع زي ما بنقول يستمر معانا لغدا كمان. لكن احنا متوقع إن شاء الله غدا يكون ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مش هتحس بيه، لكن الإحساس الملحوظ في درجات الحرارة أو ذروة ارتفاعات درجات الحرارة إن شاء الله هتكون من يوم الحد والاثنين، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. هنعود تاني للأجواء الحارة خلال فترة النهار والمعتدلة واللطيفة خلال فترات الليل. طب بعد يوم الحد والاثنين يا دكتور هل هيكون في انخفاضات تانية؟ هو هيكمل معانا انخفاضات في درجات الحرارة بس مش هتكون زي الأيام دي، يعني احنا بنقول يوم الاثنين هتوصل ل 35 درجة مئوية، مع الأيام يعني يوم الثلاث والأربع 33 و30 درجة مئوية، فهيبقى في انخفاض في الحرارة لكن برضو مش هيكون هتوصل لل 27 أو ال 28 اللي احنا بنسجلها خلال هذه الأيام. هتكون في الثلاثينات يعني. بالظبط. طب يا دكتور بالنسبة للشبورة هل هيكون في شبورة الأيام اللي جاية؟ هو بالفعل اليوم كان في شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه خاصه الطرق الزراعيه. الشبوره المائيه دي تلاشت فور سطوع اشعه الشمس، يعني قبل الساعه 7 الصبح الشبوره المائيه بدات تتلاشي ورؤيه حسنت معاها على كافه الطرق، ومتوقع خلال الايام القادمه تكون الظاهره الجويه الاساسيه المؤثره ووجود الشبوره المائيه اللي دايما بتظهر في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل. عشان كده احنا دايما بننصح الساده المواطنين، هل هتغطي الرؤيه يا دكتور الايام اللي جايه ولا هتبقى شبوره عاديه مش كثيفه؟ هي مش هتكون كثيفة بس هتأدي انخفاض الرؤية الأفقية، لكن مش هتأثر تماما على حركة المرور، يعني الرؤية هتنخفض معاها بشكل طفيف فقط. بس برضو نخلي بالنا السادة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق دايما القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور مع أي ظاهرة جوية ممكن تأدي لانخفاض الرؤية الأفقية، شبورة مائية أو حتى أتربة أو رمال مثارة. بالاضافه كمان ان احنا خلال فترات الليل نخلي بالنا لان الجو لسه فيه نسمه بروده، لو احنا حتى هنضطر للخروج خلال فترات الليل يبقى معانا جاكيت خفيف فوق الملابس الصيفيه اللي احنا خلاص ارتديناها يعني. وكمان المتابعه الجيده للنشرات الجويه لان دايما الربيع فصل تقلبات جويه حاده وسريعه، والخرائط الجويه بتتغير من يوم للتاني بشكل كبير جدا، دايما قبل ما اخرج من بيتي اعرف حاله الجو ايه وابدا اتعامل مع اي ظروف جويه مختلفه.
شكرا دكتور منار. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الاصداد الجويه. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، والبدايه هتكون كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 27 والصغرى بتسجل 17، الاسكندريه العظمى 22 والصغرى 17، مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 16، سيوه العظمى 27 والصغرى 14، بورسعيد العظمى 23 والصغرى 17، دمياط العظمى 24 والصغرى 16، الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 17، السويس العظمى 27 والصغرى بتسجل 17. هنروح لعريش العظمى فيها 23 والصغرى 16، طابة العظمى 29 والصغرى كمان 16، سان كاترين العظمى 24 والصغرى 11، شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 21، الغردقة العظمى 30 والصغرى 20، الفيوم العظمى 29 والصغرى 18، بني سويف العظمى 28 والصغرى 18، المنيا العظمى 27 والصغرى بتسجل 19. هنروح لأسيوط العظمى فيها 29 والصغرى بتسجل 18، سوهاج العظمى 30 والصغرى 19، قنا العظمى 32 والصغرى 20، الأقصر العظمى 33 والصغرى 20، أسوان العظمى 35 والصغرى 21، الوادي الجديد العظمى 32 والصغرى 20، شلاتين العظمى 31 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 28 والصغرى بتسجل 19. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وجمانة عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. نشكرك كريم، ده شكرا جزيلا.